عندنا يعني رؤساء الأندية ما شاء الله عقوبات خفيفة من 30 و40 ألف. الإنذار الأخير رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي قال فساد 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 ما حد عاقبه. رئيس نادي الاتفاق الأستاذ عبد الدوسري لما هبط الاتفاق قال أنا أتهم الاتحاد والشباب بالتلاعب في النتائج. طلع أحمد عيد إيش قال؟ قال معليش يا جماعة رئيس الاتفاق يعني منفعل ومتضايق عشان فريقه هبط. يعني نتكلم على إيش ولا على إيش؟ لكن إنك أنت تيجي تقعد يعني تتصيد كلمة قالها يعني هو متحدث رسمي باسم النادي.